السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده إن شاء الله هنتعلم إزاي نرفع ملف على موقع جوجل درايف، ومن خلال الإعدادات اللي هنعملها على الموقع هنسمح بتنزيل أو بتحميل الملف من الأشخاص اللي معاهم الرابط بتاع الملف بشكل مباشر بدون إذن. تابع معايا. طيب، الملف اللي موجود معايا اللي هو جنريتور بي دي اف فايل، ده ملف بس كده عشان طبعا الفيديو مكون من صفحة واحدة، وده اللي هرفعه على الموقع. طيب، علشان تقدر ترفع ملف على جوجل درايف لازم يبقى لك اكاونت او جيميل على جوجل علشان تقدر تتعامل زي ما انا بتعامل دلوقتي. طيب، هندخل موقع جوجل درايف ازاي؟ بطريقتين، اما بطريقة البحث ان انت تكتب في صندوق البحث كده جوجل درايف وتعمل انتر، تفتح لك الصفحة ديت. اول موقع يا جماعة هوت، هنضغط على كلمة جوجل درايف، وبعدين هنروح للانتقال الى الموقع الالكتروني ديت. دي طريقة. الطريقة التانية ان انت من خلال الصفحة اللي هي دي، هنيجي على النقط ديت، هتضغط عليها تفتح لك القائمة ديت، وهتنزل كده بالسهم تحت لحد ما نوصل لدرايف اهو. هنضغط على درايف يا جماعة، دخلنا على الصفحة بشكل مباشر. طيب، انا عايز احمل الملف دلوقتي، هروح على كلمة جديد كده، هضغط عليها وهعمل تحميل ملف. طبعا تقدر تحمل مجلد وتحمل ملف، انا طبعا هحمل ملف مكون من صفحة واحدة، فهضغط على تحميل ملف، هروح على الديسكتوب مكان ما انا حاطط الملف بتاعي اللي هو جنريتور بي دي اف فايل، وبعدين اضغط عليه واعمل اوبن. هيبدا يتحمل معايا اهوت يا جماعه، اهو كده اكتمل التحميل والملف نزل معايا اهو يا جماعه. الملف اهو جنريتور بي دي اف فايل. طبعا علشان اشارك بقى الرابط بتاع الملف ده للناس اللي هيبقى معاهم الرابط، هروح هضغط كليك يمين كده على الملف، وبعدين هضغط على كلمة مشاركة، هتفتح لي الصفحة اللي احنا شايفينها دي. هاجي على تغيير الاذن للسماح لأي مستخدم لدي الرابط واضغط عليها، وبعدين هاجي خلي بالك بقى على كلمة عارض ديت، هفتحها كده تبقى تلات اختيارات قدامي، هختار كلمة محرر كده. الرابط اللي قدامي ده بقى اي حد معاه الرابط ده هينزل الملف بشكل مباشر. طيب، هنسخ الرابط كده، وفي جوجل هحط الرابط وابحث عنه كده واشوف الصفحة اللي هتفتح معايا. ده رابط الملف اهو يا جماعة، الملف اهو هيظهر قدامك دلوقتي، وهتلاقي كده في سهم للتنزيل، هتضغط عليه هيبدأ يفتح معاك المكان على الكمبيوتر اللي انت هتحفظه فيه بكل سهولة، وتعمل سيف هينزل الملف معاك اهوت زي ما شايفين كده بكل سهولة. ما تنساش الاعجاب ومشاركة الفيديو والاشتراك في القناة ولو ليك اي تعليق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.